استشهاد 4 من جنود القوات الجنوبية في هجوم إرهابي لتنظيم القاعدة بمحافظة أبيان. الحكومة تكشف اقتراب توقيع اتفاقية خفض كلفة التأمين على السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية في المحافظات المحررة. والسلطات المحلية في حضرموت تعلن انتهاء موسم البلدة السياحي وتحقيق الأهداف المنشودة. أسعد الله أوقاتكم مشاهدين، هذه نشرة الأخبار من قناة الغد المشرق. قال مصدر سعودي لرويترز إن المملكة ستقدم لمجلس القيادة الرئاسي $1.2 مليار لدعم اقتصاد اليمن. وقال المصدر السعودي إن الدعم سيسهم في تعزيز الأمن ومنع اندلاع الاشتباكات العسكرية، وأضاف أن ذلك سيشجع جميع الأطراف على الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. وقال مسؤول يمني أيضا لرويترز إن المساعدة ستستخدم لدفع رواتب حكومية وتوفير وقود لمحطات الطاقة وللواردات الغذائية. شهدت جبهة ثرى بمحافظة أبيان معارك عنيفة بين القوات الجنوبية وميليشيات الحوثي الإرهابية، وتزامنت هذه المعارك مع هجوم إرهابي شنته عناصر تنظيم القاعدة على مواقع القوات الجنوبية في المحافظة ذاتها. على تخوم محافظة أبيان تظهر ملامح ازدهار العلاقة بين ميليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة. هنا تخوض القوات الجنوبية معركتين متزامنتين وضد هجمات متزامنة تنفذها عناصر القاعدة والميليشيات الانقلابية. فخلال الساعات الماضية قضى 4 جنود من القوات الجنوبية في عملية إرهابية شرق مديرية مودية. بحسب مصادر القوات الجنوبية شنت العناصر الإرهابية هجوما على مواقع للقوات الجنوبية في وادي عمران الذي حررته القوات ذاتها خلال الأشهر الماضية في عملية سهام الشرق، وكان من أهم معاقل التنظيم الإرهابية. تؤكد المصادر ذاتها أن العملية هذه هي الأولى التي يستخدم فيها التنظيم الهجوم المباشر بعد أن تركزت عملياته منذ انطلاق سهام الشرق على زرع وتفجير العبوات الناسفة في الطرقات الرئيسية والفرعية حاصدة أرواح العديد من المدنيين، إضافة إلى جنود القوات الجنوبية. هذا الهجوم الإرهابي تزامن مع هجوم مماثل شنته ميليشيات الحوثي على مواقع عسكرية في جبهة ثرى. مصادر عسكرية هناك أفادت بخوض القوات الجنوبية مواجهة شرسة مع الميليشيات الانقلابية، وصدت الهجوم الحوثي الذي رافقه قصف مدفعي متبادل. وقبله بساعات شهد محور يافع معارك مماثلة بين الجانبين تركزت في القطاع الثالث في الجبهة الاستراتيجية. طبقا للمصادر ذاتها فقد تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة خلال المعارك، متعهدة برد حازم على كل تحركات وهجمات الميليشيات نفسها. على الاتجاه نفسه أبلغ نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي قائد المنطقة العسكرية 4 وقائد محور أبيان العملياتي بإبقاء القوات في يقظة تامة ورفع مستوى التنسيق العملياتي بين مختلف الوحدات العسكرية في محافظة أبيان، سواء المشاركة في عملية سهام الشرق أو المرابطة في الجبهات الحدودية، بما يضمن تكامل جهود الجميع وإنجاز المهام العسكرية والأمنية بكفاءة وفاعلية. تمكنت القوات البحرية السقطرية من إنقاذ يخت سياحي أجنبي وطاقمه قبل تعرضه للغرق على سواحل منطقة ديليشي شمال شرق جزيرة سقطرى. وسارعت القوات البحرية لإنقاذ اليخت بعد تلقيهم نداء استغاثة، واستمرت عملية الإنقاذ 45 ساعة، وذلك نظرا للرياح الموسمية الشديدة التي تصل قوتها أحيانا إلى 40 عقدة بحرية. من جانبه عبر طاقم اليخت عن شكرهم للقوات البحرية السقطرية، وذلك بعد إنقاذهم من الغرق.
وجه المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي بالبدء الفوري في ترتيب إجراءات ترقيم المركبات والدراجات النارية بمديرية الريدة الشرقية وقصيعر. وعقد نائب مدير عام شرطة السير بأمن ساحل حضرموت المقدم صالح العوبثاني لقاء مع القائم بأعمال مدير شرطة السير بالمديرية الرقيب أول حسين بن مهاجر للاطلاع على أبرز الاحتياجات الخاصة بحملة الترقيم ورفعها المدير العام للعمل على تذليلها وتدشين الحملة المرورية في الفترة القريبة القادمة. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن فرج البحسني محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي لمناقشة الجوانب الخدمية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. وتطرق اللقاء إلى جهود السلطة المحلية في الجوانب الخدمية ومساعيها لتطويرها بهدف تحسين مستوى الحياة، كما جرت مناقشة الجوانب العسكرية والأمنية والدور الذي تؤديه قوات النخبة الحضرمية وإدارة الأمن في حفظ الأمن والاستقرار بحضرموت. إلى ذلك وجه اللواء الركن فرج البحصني لجنة التحقيق والإدارة العامة للأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت بسرعة الرفع بنتائج التحقيق في ملف الجرحى في المظاهرة السلمية بيوم الأرض الجنوبي. جاء ذلك خلال لقاء البحصني رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بوادي وصحراء حضرموت محمد عبد الملك الزبيدي، وحث البحصني على أهمية التكاتف وتوحيد الجهود مع جميع المكونات والقبائل والشخصيات الاجتماعية في الوادي والصحراء. ناقش اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي مع عبد الرقيب عبد القوي العمري مدير مطار عدن الدولي الوضع العام للمطار ونشاط الرحلات الجوية، خاصة بعد الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي شهدتها العاصمة عدن مؤخرا. وشدد اللواء بن بريك على سرعة استكمال إصلاح الأضرار كون مطار عدن الدولي أول مطار تم إنشاؤه على مستوى الوطن والجزيرة العربية، ويعد منفذا جويا هاما ورافدا اقتصاديا وواجهة مهمة للبلاد، مؤكدا على ضرورة الارتقاء بمستواه ليواكب المطارات الدولية في خدماته المقدمة للمسافرين. كشف وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد عن اقتراب توقيع اتفاقية خفض كلفة التأمين على السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية في المحافظات المحررة. وقال حميد خلال لقاء جمعه برئيس الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن أبو بكر باعبيد إن وزارة النقل والحكومة تقدم كافة التسهيلات اللازمة لحركة البواخر والسفن عبر موانئ المناطق المحررة خاصة ميناء عدن لإنعاش الحركة التجارية والنشاط الملاحي للبلاد. رصدت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأسبوعي نزوح 48 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي من محافظات مأرب وتعز والحديدة. التفاصيل في هذا التقرير. يعيش آلاف النازحين في محافظات مأرب وتعز والحديدة في ظروف مزرية، وقد تمكنت فرق إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها التابعة للمنظمة الدولية للهجرة من الوصول إلى أكثر من 178 ألف فردا في 66 موقعا للنازحين في هذه المحافظات من خلال تنفيذ أنشطة إدارة المواقع وتنسيق أنشطتها. فقد ترك ملايين اليمنيين ديارهم واستقروا في مناطق أخرى في البلاد تفتقر إلى الموارد الأساسية لتلبية احتياجاتهم. المشروع المدعوم من الاتحاد الأوروبي قلل من العوائق التي تحول دون تعليم الأطفال النازحين الذين حرم الكثير منهم من فرصة الالتحاق بالمدارس بسبب الصراع الحوثي، كما وقدم دعم إلى 20,000 طفل للوصول إلى مساحات تعليمية آمنة وموائمة بعد أن قامت المنظمة الدولية للهجرة ببناء وإعادة تأهيل 17 مساحة تعليمية في مختلف أنحاء مأرب وتوزيع المستلزمات المدرسية. كما قدمت المنظمة الدولية للهجرة المساعدات النقدية لغرض المأوى لأكثر من 16,000 أسرة تعيش في حالة نزوح طويل الأمد.
كما تمكنوا من إصلاح مآويهم وتحسينها بأنفسهم وشراء مواد أساسية أخرى لتلبية احتياجاتهم الخاصة. وبالنسبة لحديثي النزوح، قدمت المنظمة الدولية للهجرة مساعدات نقدية سريعة لأكثر من 100,000 شخص من خلال آلية الاستجابة السريعة. صراع الحوثي جعل 56% من الأسر النازحة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، محولا الوضع الإنساني ليصبح صعبا للغاية جراء حالات التشرد التي يعيشها المواطن اليمني منذ سنوات وسط تراجع الدعم المقدم من المنظمات الإغاثية، ونتيجة لتقلبات الطقس بين الحر الشديد والرياح العاتية والأمطار الغزيرة والسيول. أعلنت السلطات المحلية بمديرية المكلا انتهاء موسم البلد السياحي وكافة فعالياته للعام الجاري. وقالت السلطات المحلية إن هذا الموسم حقق نجاحا كبيرا، وشهدت مدينة المكلا خلاله حراكا في مختلف المجالات. انتهى موسم البلدة، لكن حب وعشق البحر لم ينتهي عند هؤلاء. أعداد كبيرة من المواطنين لا زالت تتدفق على شواطئ المكلا، يمرحون ويلعبون ويغتسلون، وهكذا يصفون البحر. نعشق البحر، يعني بلدة وبدون بلدة، عندما تخرج يعني البحر تحس يعني بطمأنينة وراحة، وتنزل مع الأصحاب تغير جو تتنسم، يعني خلاص صباح البحر عشق نحن وياه، فما نقدر نستغني عنه. يعني وين تروح العصر لو ما خرجت البحر وتونست يعني ايش اقول لك؟ صح ان البلده راحت والناس ما شاء الله تعطفت، ما عاد في زحمه، بس نحن بشكل واصل يعني اما ان ما تسبحنا لعبنا كره، اقل شيء اقل معروف. قبل ساعات اعلنت السلطات المحليه بمديريه المكلا انتهاء موسم البلده وكافه فعالياته. السلطات قالت ان هذا الموسم شهد تنظيما وحراكا تجاريا وثقافيا وسياحيا كبيرا، وحقق الأهداف المنشودة. كان موسم ناجح بكل المقاييس بشهادة المجتمع الإقليمي والمجتمع المحلي والمجتمع الوطني. تخللوا الكثير من الفعاليات والكثير من الأنشطة الثقافية والسياحية والاقتصادية والحقيقة الفرائحية الفنية. وقبل هذا كان العمل مكثف جدا بلجنه شكلت من قبل الاخ المحافظ محافظ حضرموت، رئيس المجلس المحلي الاستاذ مبخوت مبارك الماضي. في منتصف شهر يوليو من كل عام يحل نجم البلده على سواحل محافظه حضرموت، وهي ظاهره بحريه فريده من نوعها تتمثل في ارتفاع شديد لبروده مياه البحر. حتى وان انتهى موسم البلده، فالحالة الأمنية المستقرة والحراك التجاري والاقتصادي إلى جانب التعليم والصحة عوامل جعلت آلاف الناس يتدفقون على مدينة المكلا ومن جميع محافظات البلاد. قسم البحث، قناة الغد المشرق، المكلا. النشر مستمرة وفيها بعد الفاصل. مناظرة شبابية لإشراك المرأة في السلطة المحلية في العاصمة عدن. من جديد أهلا بكم. وصل صندوق صيانة الطرق والجسور حملة تفعيل قانون الأوزان المحورية المتنقلة في محافظة أبيان، وتمكنت الحملة من ضبط عدد من مركبات النقل الثقيل المخالفة بمحافظة أبيان، والتي تحمل أوزانا زائدة وإلزامها على العودة لإنزال حمولتها، وتوعية سائقي الشاحنات على الالتزام بقانون الطرق. نظم مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت الحفل الخطابي والتكريمي بمناسبة اختتام فعاليات المخيم الصيفي لطلاب الثانوية العامة. حفل خطابي وتكريمي لأنشطة وفعاليات المخيم الصيفي الأول لمهارات المستقبل لطلاب الثانوية العامة. الحفل نظمه مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت تحت رعاية المحافظ مبخوت بالماضي. إذا أردت أن أصل برؤيتي إلى مخرج تعليمي يحمل المهارات والمعارف
والعلوم والقيم. أنا لا شك في ذلك، بحاجة إلى هذا المخرج لا يكتفي بالتعليم في الحجرة الصفية فقط، بالمشاركات الخارجية، بالمهارات الحياتية حتى أنميه. خلال الحفل كرمت قيادة التربية والتعليم المشاركين في برامج وأنشطة المخيم الصيفي. تمثلت تلك الأنشطة في الروبوت والذكاء الاصطناعي والحاسوب واللغة الإنجليزية والمهارات الحياتية الأخرى. طبعاً شاركت في هذا المخيم الصيفي الأول من نوعه في مجال البرمجة، طبعاً مش أي برمجة، البرمجة بلغة العصر وهي لغة بايثون. طبعاً وقد أخذنا الأساس لهذه اللغة واستطعنا بالخروج ببعض البرامج، فمنهم من قام بصنع لعبة بهذه اللغة، وقمنا بصنع بعض البرامج البسيطة، ويعد إنجازا كطلاب ثانوية في الثانوية أن نقوم بهذا الشيء. بذلوا جهد كبير فينا، وبالتالي دحين يجي الدور علينا نحن أن احنا نثابر ونستمع في التعليم الذاتي، في تعليم الإنجليزي، في تعليم الروبوت، يعني ونعلم. المخيم صدق بشكل كبير، يعني لم نتصور هذه الانطباعات، يعني من ناحية أولا التعارف والتكافل والذي حصل بينه وبين الطلاب، والشيء الثاني تعدد المجالات التي دخلت في هذا المخيم، يعني مجالات عالمية. الحفل شهد عرض روبورتاج استعرضت فيه نشاطات المخيم الذي استمر 11 يوما بمشاركة نحو 90 طالبا وطالبة على مستوى مديريات الساحل، كما شهد أيضا تكريم للجان العاملة والطلاب المتميزين. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق. أقامت منصة 30 مناظرة شبابية تحت عنوان لرجال السلطة المحلية دور رئيسي في عدم إشراك النساء في السلطة المحلية، وذلك ضمن برنامج توك للمناظرات الشبابية التي تقيمه المنصة والذي يهدف إلى إشراك المرأة في السلطة المحلية. ضمن برنامج توك للمناظرات الشبابية التي تقيمها منصة 30، أقامت المنصة مناظرة شبابية تحت عنوان لرجال السلطة المحلية دور رئيسي في عدم إشراك النساء في السلطة المحلية، وذلك بمشاركة فريقين من أبناء المدينة وبحضور جمع من المهتمين. منتدى أولف هو منتدى تطوعي شباب يشتغلوا من 3 سنوات، في معنا هذا أحد المشاريع اللي هو بالشراكة مع منصة 30، يتكلم عن المناظرات اللي بتوري كيف نحترم وجهات نظر الآخر، كيف يكون الاختلاف بس بشكل كويس، كيف نحن نطرح حجج قوية وآراء قوية، وفي الآخر بيكون معنا فائز، يا أما الفريق اللي معاه يا أما الفريق اللي ضد. نحن نؤمن بأهمية إشراك المرأة في العمل المجتمعي بشكل كبير. للأسف يوجد بعض الجهات قد لا زالت تعارض هذا الشيء، ولكن اليوم سنسمع العديد من المناقشات التي تدعم إن شاء الله، وسنسمع الأفكار أيضا التي تعارض، فإن شاء الله أن النقاشات اليوم تكون مثمرة ونحن نسمع أكثر منهم. فخورين جدا بالشباب والعمل اللي قاموا به، ومتوقعين أشياء كبيرة جدا منهم. وخلال المناظرة تمكن فريق المعارضة من الفوز وتأكيد أحقية المرأة في المشاركة بالسلطة المحلية، وهذا الفوز بمثابة رسالة للمعنيين بضرورة إشراك المرأة في عمليات صنع القرار والإسهام في تعزيز البناء والتنمية. الحمد لله حصلنا على الفوز بجدارة لتحقيق مطالب المرأة. نحن مش ضد المرأة، بالعكس نحن مع المرأة، ولكن يجب علينا كتوجيه رسالة إلى الرؤساء وإلى المناصب الكبيرة أن يتم إشراك المرأة في السلطة المحلية، ولكن توفير لها الأمان. إشراك المرأة في العمل السياسي والتنموي مهم للغاية، فهو حق كفيل لها في المجتمع، ومن أجل هذا أقيمت هذه المناظرة التي خرجت من خلال المناقشات بدعوة المعنيين إلى ضرورة تعزيز مكانة المرأة السلطوي وتحقيق مطالبها وإشراكها في عمليات صنع القرار. صالح نش، الغد المشرق، عدن. شارك أكثر من 100 فنان من 28 دولة في الرسم على جدران عاصمة كوسوفو بريشيتنا في مهرجان لقاء الأنماط الفنية في كوسوفو. وتهدف المؤسسة المنظمة للمهرجان إلى دعم الفنانين الذين يمكنهم الرسم بشكل قانوني على مساحات تقدر بآلاف الأمتار المربعة في المناطق المهجورة، حيث نظمت المؤسسة منذ إنشائها أكثر من 400 فعالية مماثلة لمساعدة آلاف الفنانين في جميع أنحاء العالم.
أزيل شعار إكس العملاق من أعلى برج شاهق في سان فرانسيسكو بعد أن سجلت إدارة المباني بالمدينة 24 شكوى تتعلق بالشعار، حيث أثار الشعار استياء الجيران الذين شكوا من الأضواء المزعجة بالنسبة لهم. وقال متحدث باسم إدارة التفتيش على المباني في المدينة إنهم لاحظوا أن الشعار يجري تفكيكه، وسيجري تقدير رسوم على مالك العقار لقيامه بتركيب شعار مضيء غير مصرح به. نهاية النشرة تذكيرا بالعناوين. استشهاد 4 من جنود القوات الجنوبية في هجوم إرهابي لتنظيم القاعدة بمحافظة أبين. الحكومة تكشف اقتراب توقيع اتفاقية خفض كلفة التأمين على السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية في المحافظات المحررة. والسلطات المحلية في حضرموت تعلن انتهاء موسم البلدة السياحي وتحقيق الأهداف المنشودة.